ماذا لو عاد معتذرا؟ لا مكان له. ماذا لو عاد معتذرا؟ سامح. ماذا لو عاد معتذرا؟ ما في جواب. ما برد. ما بقبل اعتذار ابدا. ننكسر ما بتصلح. قد تعود المياه الى مجاريها ولكنها قد لا تكون صالحة للشرب. تماما. اكيد يعني اكيد رح اتصافى انا وياه. يعني انا كل انسان ممكن يكون في خلاف بيني وبينه، اذا عرف غلطه اكيد يعني نحن لازم نسامح بعض مهما كان مذنب. طبعا لا، في ظروف وقت اللي بتمس بالكرامه هذا بضل خط احمر، يعني اكيد لا بسامح. ايه شو ما كان عامل؟ لا يعني اكيد لا، مو دائما بسامح شو ما كان عامل، يعني بعطي حدود مع شروط يعني. ماذا لو عاد معتذرا؟ لسامحته بس. ماذا لو عادت معتذرة؟ يبدو في قصص عندك. ما بسامحه. ما بسامحه ابدا. لا حتى لو اخي. معناته الأخطاء المرتكبة بحقك كبيرة كلها. كتير. الله يفرج. آمين. شكرا لك. لو عاد معتذرا وجرح بقلبي أقوى من الاعتذار منه كرامتي بختار كرامتي. سامحه بس لا يمكن يرجع لحياتي تاني. صديق جار حبيب شو مكان؟ لا حسب مكانته بوجوده بقلبي. ولادي حب غير مشروط الأولاد. أنا عمر ابني 33 وبنتي 31. دايما بحلم بولادي بقصص بتمناها فيهم مثل ما أهالينا تمنوا فينا، وما قدرنا نحقق لهم اللي بالدنيا. فأنا ما فيني حلم ابني يكون مثل ما بدي، فأنا بدي أتقبله على ما هو. وانت بتعرف هلأ لوين رايح هذا الجيل الجديد. هدول اللي حبهم غير مشروط ما تبقى لا يمكن يرجع لجديد لحياتي، لاني اكبر بكتير من اني حطه بوجودي. لان بيجي وقت لقيه شخص ترك لي الاولاد على جنب، بيجي الوقت انت مسؤول عن علاقتك فيهم، بيجي وقت تحملوا انت المسؤوليه لوجودي بحياتكم. ماذا لو عادت معتذره؟ تعي جاوبينا. ما عندي جواب. ما في حدا لا يعود معتذرا ابدا. لا حضرتك شو بتقولي؟ ما بقول شيء، ما بقبل. ماذا لو عاد معتذرا؟ لا ما يرجع احسن له. ايه ان شاء الله بعمره من حسب الموقف اللي عامله. يعني ممكن يتقبل الاعتذار اذا كان موقف هين وبينمحى اوكي، بس اذا كان في شيء كبير كثير حسب الموقف اللي مرق. ماذا لو عاد معتذرا؟ والله ما عندي اجابه. طب ماذا لو عادت معتذره؟ اكيد بسامح. لا بتعتمد على لا 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 على الظروف. حسب الظروف اكيد، حسب الشخص وحسب الموقف. جارتي لا. في شيء ما في. وانت ماذا لو عاد معتذرا؟ جاوبي ماما جاوبي. لو عاد معتذرا مينو؟ صديقك. صديقي بسامحه. ماذا لو عادت معتذرة؟ مينو صديقتي بسامحه. تمام. ايه ماذا لو عاد وليله لك. من سامح. لا بيغلط مرة بيغلط كل مرة. حضرتك شو بتقولي؟ عمرينه. بصراحة هلأ الواحد لما بيغلط أول مرة نعتبره غلطة عابرة، ممكن نسامح إذا كان الواحد بيحب عن جد من قلبه، بس تاني مرة لا خلاص. يعني هذا بيكون عادة معتذرات، ما معتذر واحد يعني. هلأ شو؟ كتير. هلأ شو ما في سماح؟ أول مرة. بعدين؟ لا معك جرح عميق. إنه ما تغلطوا بحق بعض، ولو غلطوا مسامحوا بعض، بس كمان الشغلة ما تزيد عن حدها.